رب يعطيك سؤل قلبك. عاوز أكلمكم عن التلذذ بالمذبح. المذبح بالنسبة لنا مكان لقاء الله. يعني ايه؟ يعني احنا ككنيسة أرثوذكسية والكنائس الرسولية عموما عندنا مذبح، وده يميزنا عن كنائس لغت المذبح واعتبرته مذبح مجازي وقالت كل انسان فيكم هيكل. صح، احنا كل واحد فينا هيكل لله، لكن ده ما يلغيش ابدا الهيكل ده والمذبح اللي جوه، لانه الانجيل كان صريح قال دي وقال دي، لما قال في عبرانيين 13 لنا مذبح يتاكل منه اكل. طب انت هياكلوك اكل؟ لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن اللي هم اليهود ان ياكلوا منه. يبقى واضح ان احنا عندنا مذبح ومنه حاجه بتتاكل. سماها في كورنثوس المائده، قال اتشترك في مائده الرب ومائده شياطين. يبقى احنا عندنا حاجه اسمها المائده او المذبح في كل كنيسه. ده تعليم ارثوذكسي مستقيم عمره 2000 سنه. لكن المذبح لم يعد عليه ذبيحه حيوانيه. ما بنشوفش كاهن النهارده ماسك سكينه وحيوان، بنشوف كاهن شايل قربانه وهي دي جسد المسيح، لان فصحنا المسيح ذبح لاجلنا، فاصبحت ذبيحتنا هي مسيحنا، جسد ودمه على المذبح كل يوم. ده اغلى عطيه واغلى نعمه في حياتنا. انا بقى عاوز اكلمكم ازاي ده يبقى موضوع تلذذ، موضوع انا تلذذ بالرب. لأنه أنا أذكر حاجة شخصية حصلت معي لما اترسمت كاهن. جالي كاهن كبير في السن وقال لي توصية جميلة قوي وما زلت بحاول أعيش بيها. قال لي إياك تشكي إلا للمذبح. وأنا الكلمة دي ما بتطلعش من ودان، أول ما أشكي أقول أخص عليك أنت نسيت الوصية. وفعلا مش ممكن الواحد يشكي للمذبح ويطلع تعبان أبدا. المذبح يقصد به مكان لقاء الله، لكن هنا في المكان ده في الكنيسة قدام ربنا وانت داخل تتناول حمل ارمي. بابا كيرلس له كلمة مشهورة عنه، بابا كيرلس السادس، انه تعالوا حطوا همومكم جوه القداس، لان في اللحظات دي السماء مفتوحة لازم ترمي كل الحمل وتطلع مبسوط. نفس الفكر، اذا احنا عاوزين كل شعبنا يتلذذ بالمذبح، يدخل مش لانه لازم اصلي قداس، الموضوع مش مجرد لازم، لا I need it I love it، انا بستناها انا بفرح بيها. عاوزين نوصل لكده. المذبح مليان بركات يا احباء ومليان تعزيات. هحكي بقى من وجهة نظر تانية كده كلام عن القديس بولس. لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تصقلنا جدا فوق الطاقة. ده واحد قديس، شوف المسيح بيبشر بيعمل معجزات، في واحد يعمل معجزات يقول تصقلنا فوق الطاقة؟ غريبة يعني، ما أنت بتعمل معجزات. لا معلش، ستيل في ضغط فظيع. حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت كي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. أول حقيقة عاوزين نتعلمها، المذبح فعلا بيشيل أي ضيقات. مهما كان حملك تقيل قوي، متقيل تصقلنا وحاسس إن خلاص جبت أخرك فوق الطاقة واليأس خلاص داخل على قلبك بشدة بعنف، مالكش غير المذبح. لأنه قيل عن المسيح المذبوح الكلمة الحلوة دي، أحزاننا حملها، هو لغاية دلوقتي بيعمل كده، وأوجاعنا تحملها. يبقى عندك حزن تعال هنا، عندك وجع تعال هنا، سيب حزنك وسيب وجعك واطلع زي العيال كده هيص وافرح. يبقى أول معنى مهم إن فعلا قدام المذبح بيحصل الحركة دي، أنت داخل شايل وطالع خفيف. تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، دي تطلع من المذبح. كمان في المذبح بيحصل إيه؟
المذبح حواليه مش بس فوقيه ربنا يسوع له المجد العرش. احنا عندنا في الطقس القبطي يعني مثلا في الطقس الهندي لما صليت مع الهنود يحطوا الكاس كده فوق الترابيزه، لكن احنا عندنا حاجه اسمها الكرسي او العرش اللي يتحط جواه الكاس. فكره الكرسي دي كان في عرش الله. فالمذبح مش بس عليه العرش الالهي، لا المذبح كمان حواليه ربوات ملائكه وقديسين. ده بيدي احساس جميل قوي. إذ لنا معلش من فضلكم الصوت، خش جوه حبيبي، خدها، خلينا في الكرايم روم من فضلك. ثانك حبيبي، معلش عشان انا نفسي بتشتت يعني. إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل. هي نفس الفكرة، انت مثقل. ساعات بيبقى الواحد فينا يا جماعة على اخره، مش مستحمل اللي بيحصل، نفسيته تعبت بجد، مش عارف يلاقيها من بيت ولا شغل ولا مصر ولا كلمة الثقل دي اتكررت في الإنجيل. بص كالتعبير، اطرح الثقل، ولو ضمن الثقل خطية. ما هو بقى ساعات اللي يتقل الواحد قوي ان ضميره تعبه لانه غلط او غلط، يعني هي بس مش مشاكل دنيا ومشاكل ناس، لا دي كمان وانا وحش كمان، فدي متقلة الحكاية اكتر. بص اطرح كل ثقل والخطية المحيطة بسهولة. ليه مش قدامك مذبح؟ ده شغلته يشيل. كان زمان يجي اليهودي شايل شادة حيوان كده وبعدين يذبحوا الحيوان والدم يطرطش عليه وخلاص عملتك راحت على الحيوان ده. لا احنا دلوقتي مش كده. وهل يقدر دم ثيران او تيوس او عجول ان يغفر خطية؟ لكن دم المسيح لا طبعا يغفر كل خطيه ويحل كل مشكله ويغير العالم كله لحسابك لو عاوز، مش ده ربنا؟ فتعالى وانت عندك ثقه انه فعلا المذبح يشيل كتير قوي. تاني معنى المذبح سموه الاباء مبدد الاحزان، هي نفس الفكره بطريقه تانيه. تعالى اشكي نفسك، اشكي نفسك قبل ما تشكي الدنيا او الناس. اتعود تيجي المذبح تشكي نفسك، وفعلا لما تشكي نفسك ترتاح نفسيتك. فاحذروا قدام المذبح ان احنا جايين نقول يا رب اعمل في فلان وسوي، لا الروح دي ما تطلعكش مرتاح. انما لما تيجي بروح شكوى النفس، انا يا رب مش عارف اقول لك ايه، انا ضعيف، طيب انا فشلت ان انا اصلح روحي، انا مش عارف اعمل ايه مع عيالي، انا غلطت في تربيتهم، انت بتشكي بس بتشكي نفسك، تجد راحة غريبة، كأن ربنا يقول لك خلاص مالكش دعوة، انا هصلح اللي انت عملته، انا مسؤول عن اخطائك، انا هلم وراك. يبقى هنا بيبدد حزنك. كمان ممكن تشكي الناس بس ما تشكيهمش بروح عداء. بمعنى ايه؟ كلهم سابوني، سابوك بس ربنا معاك، وماله لما يسيبوك، هتلاقي ربنا اقرب ليك. او تشكي الظروف ما فيش مانع، لكن ما تشكيش بره، ما تحكيش مع الناس، تطلع من المذبح وكأنك باشا ملك عندك كل حاجة، حتى لو ما عندكش ولا حاجة بس خلاص، بدل ربنا معاك وبدل كلت جسد وشربت دمه، عاوز ايه تاني؟ تطلع منتصر. المذبح كمان مكان الحب. كلنا احبائي جعانين حب، كلنا مهما كان لينا أزواج أو زوجات حلوين، أولاد حلوين بيحبونا، خدام حوالينا بيحبونا، عايشين في عيلة كويسة، ستيل الجوع للحب زي بير ملوش قرار. الإنسان ده يظل جعان للحب على طول، من ساعة ما يتولد ويصرخ عاوز يتشال ويتحضن كده وهو طفل، لغاية ما بيحط راسه وهو كبير تليفون بس حد يسأل عليه تلاقيه انبسط وانتعش. ايه الجوع ده؟ هو جوع انترناشنال، جوع عالمي للحب. وبسبب الجوع للحب الشيطان عمال يبيع بضاعة مضروبة بقى، يبيع شهوات على انها تجيب حب فتطلع مزيفة، يجيب مثلا مراكز على انها تغطي الجوع للحب تطلع فلس، يجيب علاقات لخبطة على انها تسد الحاجة للحب تطلع مؤذية، لانه الحب ما يشبعش ابدا الا بربنا. وأنهي ربنا؟ ربنا اللي عمل كده بقى،
اللي انت هتلاقيه هنا. خلي بالكم المذبح هو الصليب بالنسبة لنا. فكر الأرثوذكسي المذبح مين اللي هو الصليب؟ عشان كده المذبح الأرثوذكسي لازم فيه خشبة اللي هي اللوح المقدس، أساسه خشب لأنه هي فكرته صليب. ما هو الصليب شايل المسيح المذبوح، وهنا مذبح شايل المسيح المصلوب. فأنت هنا قدام الصليب اللي المسيح عمل لك كده، ودي قالها أثناسيوس أن المسيح قصد يموت عامل كده عشان يدي رجاء لكل إنسان، تعال في حضني مهما عملت. فأنت بتيجي وأنت جعان حب، هفتان، حاسس أنك محروم، حتى اللي حواليك مقصرين معاك، مش مشبعينك، عادي ما تفتكرش أنك أنت بس كده واللي واقف جنبك كده وكل الكنيسة كده. كل الكنيسة عروسة جاية جعانة لحضن عرس، ده أجمل منظر. وعشان كده تلاقوا الشعب بيهتف من قلبه، لأنه بيهتف عن جوع وبيطلع شبعان في حضن إلهي بياخدنا كلنا جوه القداس، بندخل للحضن ده. لو صليت حلو تلاقي نفسك فعلا طالع مرتاح، طالع مش حاسس بجوع، مش فارق معاك بقى يسألوا عليك ولا يقصروا معاك، ما خلاص ما قصرين كده كده، لكن في اللي مش مقصر. كمان المذبح هو مكان الحب. ليه؟ فوق المذبح إلهنا ذبح لأجلنا، وتحت المذبح أجدادنا ذبحوا لأجله، وتحت المذبح نسجد لنذبح أنفسنا للذي ذبح لأجلنا. يعني إيه؟ يعني قصة رومانسية جدا. فوق المذبح اللي بيحبنا مات عشانه، وتحت المذبح أجدادنا حبا فيه ماتوا عشانه. انتوا عارفين الشهداء كانوا اتحطوا تحت المذبح، دي خدناها من رؤية 5، واحنا كمان نسجد تحت المذبح كأننا بنقول له ايه؟ مستعدين نموت عشانك، اعترف الى النفس الاخير. وابونا بيقول كده كلكم بتبقوا ساجدين، يعني كلكم موافقينه على الكلام، كلكم بتقولوا بنفس الصوت مستعدين نموت عشانك زي ما انت مت عشاننا. فيبقى المكان كله حب، والحب دايما ينعش الانسان. انعشوني باقراص الزبيب بتاعت العروس النشيد تقول كده، انا لحبيبي وحبيبي ليا، فايه ادخلني الملك الى حجاله، دخلني جواه كده جواه بيته، نصر ونفرح به، بالحق يحبونك، كلها كلمات جميلة تعبر عن جو الحب. المذبح كمان مصدر للسلام. كلنا تقريبا بنيجي فاقدين السلام بدرجات. في واحد بقى ايه انكزايتي بتاعت بلاده، بانيك اتاكس، داخل مفزوع، وفي واحد قلقان شوية، وفي واحد مكتئب جدا. كلنا جعانين برضو للسلام، محدش عنده سلام من بتاع السماء. عندنا السلام بتاع الدنيا الخيبان ده اللي هو ايه طالع نازل ده، اللي هي الضحكة الفارغة بتاعت الناس، اللي هو معاه قرش فاكر ان القرش ده ايه مأمنه، وهو لا بيعمل امان ولا حاجة. لكن المسيح لما قال سلامي اعطيكم قال ليس كما يعطي العالم، البضاعة بتاعتي مختلفة خالص، السلام اللي عندي غير بتاع الدنيا ده. عشان كده نسميه السلام السماوي او السلام الذي من السماء. فالمذبح مصدر للسلام. تلاحظوا ان ابونا دايما ياخد من المذبح ويقول السلام لجميعكم، الحركه دي بتتكرر كتير قوي في القداس. ابونا واخد سلامه من المذبح وبيوزع سلام المذبح على شعبه، لانه عندنا مالك السلام هو اللي ايه على العرش اللي قدامنا ده. المذبح كمان يخلينا نفتكر ان السلام اللي بناخده ده سلام الملائكه، سلام القديسين، سلام الابديه. يعني في السماء في حد قلقان؟ لا. في حد حزين؟ لا. في حد ممكن ينزعج او يتوتر او يبقى حيران؟ مفيش كلام زي كده. فاحنا النوع ده المستورد ده هو ده اللي احنا بناخده في القداس. فاحنا ما بناخدش سلام ارضي، احنا بناخد سلام غريب عجيب يفوق كل عقل، حاجة كده مش طبيعية. ليه؟ ازاي تبقى ظروفك ملخبطة خالص وتطلع من القداس مبسوط خالص؟ لأن أنت مش طبيعي. أيوه هو ده صح، أنت مش طبيعي، يبقى أنت كده صليت صح، لأنه مع كل الظروف الملخبطة أنت مبسوط قوي. مرة صليت قداس في السجن وبعدين لقيت واحد بيبكي جامد،
فخدته على جنب كده قلت له في حاجة مضايقاك؟ قال لي بالعكس أنا فرحان جدا لما بتيجوا تعملوا عندنا قداس أنت أو أي كاهن، أنا ببقى في قمة السعادة. أنا ما كنتش بصلي وأنا في الدنيا، ما كنتش بحضر قداس، في يوم القداس في السجن ببقى حاسس أن أنا في السماء، وببقى متأكد أن ربنا قبلني فجايب لي كاهن يعمل لي قداس لغاية عندي في السجن، وأنا اللي كنت هربان منه بالسنين، فببقى مكسوف منه وفرحان بيه جدا. قال لي أنا مش عاوز أطلع من السجن، خايف من نفسي، لحسن أطلع وأخيب تاني. فكان كلامه مؤثر جدا، قد كده مبسوط قوي بقداس في السجن، وكان سجن مش سهل على فكرة، من سجون مصر الصعبة. فإذا واضح أنه القداس ده بيعمل حاجة مش عادية. طبعا في القداس في كلمات كتير عن السلام، قلت لتلاميذك ورسلك سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، هذا أيضا الآن أنعم به. عشان كده تلاحظوا الكنيسة بتقول له كلمة جريئة جدا، تقول لملك السلام إيه؟ قرر لنا سلامك. في حد يقدر يروح لملك يقول له طلع قرار دلوقتي بكذا؟ عارفين مين الوحيد اللي يقدر يعمل كده؟ مراته مش كده؟ ولا رئيس الوزراء، العروسة الكنيسة تقدر. فتقول لعريسها إيه؟ قرر لنا سلام، كل عيالك مضروبين تعبانين، فإيه اطلع بقرار دلوقتي إنه سلامك يحل عليهم. فنقول له يا ملك السلام أعطينا بالذوق، وبعدين إيه؟ قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. المذبح كمان يدوقك السم. جوه الصلاة بالذات في الليتورجية أنت بتدوق طعم الأبدية، شفطة كده لحظة. السم عبارة عن حالة شبه الحالات اللي هي ما فيش أكل وشرب، ما فيش بقى إيه فسح، ما فيش شغل، ما فيش دوشة الدنيا، ما فيش خطايا في اللحظة دي. هي لحظة حب، لحظة تمتع بالله وبالناس. خلي بالكم في الليتورجية مش بس ربنا، احنا في الليتورجية بنحب بعض وبنحب ربنا، عشان كده في قبلوا بعضكم بعض، وعشان كده جوه القداس عمالين نصلي لغيرنا. ليه؟ لان الحب ده مش طالع لفوق بس، ده طالع لفوق وماشي على تحت كمان. فهنا المذبح يدوقك طعم الأبدية. الأبدية ما فيهاش غير حب لربنا وللي حواليك، بس على أعلى مستوى. يحسسك بالملايكة اللي انت ما شفتهمش بعينيك لكن دول موجودين بجد. يحسسك كمان بلحظة الدينونة. شعبنا جميل على فكرة، كنت لسه قاعد مع أنبا مكاريوس وقال تعبير لطيف كده، قال صمام الأمان في الكنيسة القبطية الشعب القبطي. الشعب عنده حس مظبوط، يعني تلاحظوا الناس تسخن في حتت كده في القداس، من الحتت اللي الناس تسخن فيها أول ما بونا يقول إيه؟ يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات ويعطي كل واحد حسب عمله. تلاقي اللي كان نايم صحي كرحمتك، هتاف يهز الكنيسة. فاهمين صح؟ عفاريت يعني بجد شاطرين. ليه؟ لأنه عاوزين المفيد على طول. هي ايه؟ احنا بنعمل بروفا للدينونة، اول ما يجي على السحاب نقول كرح، خلاص بدل قلت كرحمتك يا رب خلاص ما قدرش يعمل غير كده، نبقى كلنا مرحومين، مرحومين بالمعنى الحلو يعني. كمان احساس التجلي، لما التلاميذ شافوا المسيح على الجبل فضلوا مزهولين كده. طب بطرس عنده مراته تحت وعنده كان يعني كان يحب برضه يثبت نفسه بتاع، انما هو اللي قال لا 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 مش عاوز انزل، كيد يا رب ان اكون ها هنا، خليني هنا كده حلو، وكلم كلام ساذج على قده. طب نعمل لكم ثلاث مظلات. مظلات ايه يا عم؟ النور طالع من المسيح، هو في نور جاي عليه فهنعمل له ضله؟ ده هو النور طالع منه هو. انما يعني واحد عاوز باي طريقه يقول ايه خلينا كده، انا مبسوط كده. فربنا قال له لا معلش لسه قدام شويه، كمل بس كم يوم كده خلص شغلك وتعالى نقعد كده على طول. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي وأتفرس في هيكله. ده اللي بيقول كده ملك وعنده ملذات الدنيا كلها، لكن بيقول ما فيش غير حاجة واحدة نفسي فيها، أقعد كده في بيت ربنا طول الوقت وأفضل باصص له بس كده أتفرس في هيكله. يبقى واضح أن دول فاهمين المذبح وجماله.
المذبح كمان ينبوع الرجاء. ما أكثر اليائسين في هذا الزمان، المحبطين اللي داخلين كده ايه، بيجروا رجليهم جر، مسدودة نفسهم من اللي حاصل في الدنيا، ومن طلبات طلبوها ربنا ما سمعهاش، ومن اكسبكتيشنز عالية مستحيلة الحدوث. المشاعر دي كلها تستغربوا انها بتدوب في القداس بسر لا يدركه الانسان. فعلا هنا مستشفى زي ما قالها يوحنا ذهبي الفم. تدخل لترجية وتركز كده، تطلع تقول هو انا كنت متضايق من ايه، زي اللي مستغرب روحك. يعني كل المشاعر السلبية علاجها الجذري الليتورجية، مع احترام لكل الكونسلرز اللي في العالم، لأن النهاردة بقت موضة الكونسلينج وأنا خايف منها الحقيقة. لأن الكونسلينج مع احترامنا للعلم، لا، احنا عندنا من غير كونسلينج الشفاء الكامل الروحاني. أنا مش بلغي أنه طبعا إنسان أحيانا بيحتاج مشورة، حد يفكر معاه، حد ينصحه، بس القوة اللي هنا دي أقوى من أي حاجة، دي ما ينفعش يستغنى عنها أبدا. اللي يعرف يصلي قداس ده أسعد إنسان، ده أقوى إنسان، ده الشخص اللي عارف يتلذذ بالرب، ده اللي بيعالج روحه صح. لأن كل النيجاتيف فيلينجز والنيجاتيف ثوتس بتتبخر بقوة إلهية. في واحد يبقى يائس وعاوز يموت تتبخر، واحد متغاظ من روحه وقرفان تتبخر، واحد شايفها ضاقت وضلمت بتتبخر، واحد في شخص مش طايقه حتى دي بتتبخر. كل ده بيتعالج جوه الليتورجي. عشان كده يقول اذبحوا ذبيحة البر. احنا ما عادش عندنا ذبايح دلوقتي ايه من النوع الحيواني، لكن ذبيحة برنا المسيح ذبح لأجلنا فتبررنا به. وهنا فضيلة الاتكال على المذبح، يعني الذبيحة دي بتجعلك تتكل على الرب. كل قداس بيرفع درجة التسليم والاتكال، بتبقى خفيف في الدنيا لأنك بتصلي قداس. أغسطينوس له كلمة حكمة جميلة، يقول المسيحيين بيعملوا إفخارستية، والإفخارستية بتعمل المسيحيين. يعني شغلتنا في الدنيا دي نصلي لترجية ونتناول إفخارستية. طيب وبعدين؟ لا، هي بقى اللي هتعملنا مسيحيين، هي اللي تزبطنا، هي اللي تغير فينا، هي اللي تصلح فينا. عندنا مفهوم غريب شوية، انك انت جوه القداس خاطي جدا وقديس بجد، جوه نفس القداس طول القداس يا رب ارحمنا يا رب خطايانا يا رب، وبعدين كل شوية تسمع كلمة قديس، تبص عليك تفتكر في قديس ظهر، تلاقيهم بيشاور عليك، الملائكة بيشاوروا عليك. أنا من إمتى؟ دلوقتي. إزاي؟ مش في روح قدس؟ مش اسمه قداس؟ قداس يعني بيقدس المدعوين. ما هو قداس معناته إيه؟ الروح القدس يقدس المدعوين. حضرتك مدعو. صفانيا واحد يقول كده، الرب أعد ذبيحة قدس مدعوي. فأنت جوه القداس تقدست فبقيت قديس. طب أنا خاطئ، أهلا وسهلا، عارفين كده، ما تغيرتش كتير، بس أنت حاليا في اللحظة دي مقدس، لأن الروح القدس بيحل عليك عشان تبقى القدسات. مش للخطاة، ما تنفعش، ما تجيش، لازم القدسات القديسين. فزي ما القدسات تقدست بالروح القدس، المدعوين يتقدسوا بالروح القدس. ودي موجودة في صلاة الكاهن في الليتورجية، أبونا بيصلي سرا ويقول لي يحل روحك القدوس علينا وعلى القرابين عشان ينقلها ويظهرها قدسات أو قدسة لقديسيك. فيبقى الروح القدس بيحل علينا زي ما بيحل على الناس على القربان. أختم وأقول التلذذ بالرب ممكن يبقى من خلال المذبح، أو مش ممكن، ده لازم يبقى كده. إحنا كناس أرثوذكس أجدادنا بتوع زمان ما كانوش يقروا وما كانوش يحفظوا كتير، وما كانش عندهم أجبية في البيوت، كانش عندهم إنجيل حتى في البيوت، إنما هم كانوا عايشين قديسين. ليه؟ كانوا عايشين قديسين بالقداس، كان قلبهم في القداس، حياتهم في القداس، وده سر غناهم، سر متعتهم، بيطلعهم من الأرض للسماء، يحطوا الهم كله في القداس، بيتمتعوا بربنا جوه القداس. القداس هو المدرسة
الكبيرة الأساسية للحياة المسيحية، فيها التعليم، فيها القدوة، فيها التوبة، فيها العقيدة، فيها كل الإنجيل عاوزه بيحصل جوه القداس. كل فكر الكنيسة ده بيتطبخ ويتقدم للشعب جوه القداس. فاللي بيصلي قداس مش ممكن يتوه. اللي بيجي فرحان بالقداس هو الشخص الصح اللي فاهم ربنا صح، واللي يقدر يعدي الزمان ده على خير. لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد آمين.